اللازانيا هي أكلة مكونة من عدة طبقات رقيقة من الباستا، وأصيل هذا الطبق هو المطبخ الإيطالي، ومنه انتشر إلى جميع أنحاء العالم حتى أصبح واحدا من الأطباق المشهورة والمحببة في معظم المطابخ العالمية. وهناك عدة طرق لعمل الزاني، حيث يمكن إعداد الزاني بالسبانخ والزاني بالفطر والكريمة. ولعل أشهر هذه الأنواع هي طريقة الزاني بالبشاميل. في هذا المقال سنشرح كيفية عمل الزاني بالبشاميل. كيفية عمل اللازاني بالبشاميل المكونات 50 غراما من شرائح معكرونة الزاني المنقوعة بالمن. كوب كبير من جبن البارميزان المبشورة. كوب ونصف الكوب من جبن الموزاريلا المبشورة. مكونات اللحم 700 غرام من اللحم المفروم. 3 ملاعق كبيرة من الزيت النباتي. كوب من الكراث المفروم فرما ناعما. بصلتان متوسطة الحجم. ملعقتان كبيرتان من الريحان المفروم فرما ناعما. 800 غرام من الطماطم المهروسة. رشة صغيرة من الملح. مكونات صلصة البشاميل 1/4 كوب من الزبدة. 3 أكواب من الحليب. 5 ملاعق كبيرة من الدقيق. رشة صغيرة من الملح. رشة صغيرة من جوزة الطيب. طريقة التحضير: نحضر صلصة اللحمة عن طريق وضع الزيت في قدر على النار. نقشر البصل ونفرمه فرما ناعما. نضيف كلا من البصل والكراث ونقلب المكونات جيدا حتى تذبل. نضيف اللحم المفروم إلى المكونات ونقلب المكونات معا لمدة لا تقل عن 10 دقائق. نضيف كلا من الريحان وطماطم ونقلب المكونات معا لمدة لا تقل عن 12 دقيقة. نضيف الملح ونقلب المكونات جيدا ونتركها على النار لدقيقتين عن النار، ثم نرفعها. نحضر صلصة البشاميل حيث نذوب الزبدة في قدر آخر على النار، ثم نضيف الدقيق بشكل تدريجي ونقلب المكونات. نسكب الحليب على المكونات مع ضرورة التحريك المستمر. نضيف كلا من الملح وجوزة الطيب إلى المكونات ونستمر بالتحريك حتى تسخن الصلصات، ثم نرفعها عن النار. نصف طبقة من الزاني في صينية مخصصات للفرن، ثم نضيف إليها طبقة من صلصات اللحم، ثم صلصات البشاميل، ثم جبن البارميزان وجبن الموزريلا. نكرر العملية السابقة عدد من المرات حتى تنتهي المكونات الموجودة لدينا، حيث بإمكاننا اختيار عدد الطبقات المراد تحضيرها. نضع صينية الزاني في الفرن ونتركها لمدة لا تقل عن 45 إلى 60 دقيقة، ونقدمها ساخنة وبالهنا والشفا. ملاحظة: يمكن استبدال اللحم المفروم بقطع الدجاج المقطعة بشكل مربعي، كما يمكن إضافة المكونات المفضلة إلى صلصات الحشوة، وذلك حسب الرغبة.